يلا، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين، وبعد. مساء الخير والبركة على الجميع. المحاضرة لهذا اليوم هي التطورات الاجتماعية والأدبية وأثرها على الإيقاع الشعري في العصر العباسي. قبل أن ندخل على هذا الموضوع، أحاول أن أسطر توطئة بسيطة لهذا الموضوع ولو بأسطر لضيق الوقت. لعل من أهم الأسباب والمتغيرات التي أثرت على الشعر العباسي وعلى الإيقاع بصورة خاصة الحياة السياسية، ومنها الثورة العباسية، بناء بغداد ثم سامراء، النظم السياسي والإدارية، وأحداث مختلفة. أما الحالة الاجتماعية التي سنتكلم عنها ونركز عليها لأنها محور هذه المحاورة أو هذه الندوة البسيطة، هي الحضارة والثراء والترف، والجانب الآخر الرقيق والجواري والغناء، والجانب الآخر المجون، والجانب الآخر الشعوبية والزندقة، والجانب الآخر الزهد. كل هذه الأسباب من الحياة الاجتماعية قد أثرت تأثيرا مباشرا على الإيقاع في العصر العباسي، وخاصة الغناء، وذلك لأن الغناء قد يعني أصبح قضية شبه نقدية، وذلك بسبب تأثير الآلات الموسيقية وتطور هذه الآلات الموسيقية، وإظهار ما وقع الشاعر العباسي من خلل في الوزن وفي القافية وعدم تناسب الألفاظ والمعاني من جهة، والألفاظ والمعاني والغرض الشعري من جهة أخرى. فضلا عن أن الجواري يعني كان لهم الدور الكبير في هذه القضية، وننتقل إلى الحياة العقلية التي أثرت تأثيرا مباشرا على إغناء الشعر العباسي بموضوعات وفنون جديدة وإيقاعات وأوزان جديدة لم يذكرها الخليل في أوزانه المعروفة. ولعل أهم فروع الحياة العقلية أو موضوعات الحياة العقلية التي أثرت على هذا الأمر ومحور هذه المحاضرة هي الامتزاج الجنسي، ونقصد الامتزاج الجنسي هو العنصر العربي والعنصر غير العربي، ولا سيما العنصر الفارسي والعنصر الرومي، باعتبار أن العرب وكانت بلاد فارس وبلاد الروم على تخوم الدولة الإسلامية والدولة العباسية في ذلك الوقت، فكان هناك تأثير وتأثر بين هاتين الثقافتين. هذا التأثر والتأثير يعني أثر بشكل عام على الموضوعات الشعرية، على الوحدة الشعرية، على المعجم الشعري للشاعر العباسي، على المفردات، على الأخيلة، وعلى الأوزان بشكل خاص. الموضوع الآخر أو القضية الأخرى، الحركة العلمية، ولا سيما ظهور الورق وتطور الورق وآلات الاستنساخ، وأيضا تطور آلات الكتابة. كما هو معروف أنك إلى آلات الكتابة في العصر الأموي والعصر الإسلامي كانت شبه معدومة، وكانت تقتصر على أنواع معينة كالنخيل والريشة وغيرها من الموضوعات الأخرى. فضلا عن النقطة الأخرى اللي هي علوم الأوائل، اللي أصبحت هناك يعني قضية طردية بين النقل والمشاركة، ولعل أبرزها الترجمة، حيث أنه الترجمة كان لها أيضا الجانب الأهم في نقل كثير من الموضوعات والفنون التي أثرت على الوزن، ولا سيما منها العلوم اللغوية والتاريخ، العلوم الدينية وعلم الكلام والاعتزال. الآن نأتي على أبرز ما جدد في الأوزان والقوافي، وطبعا هذه كل هذه التطورات الاجتماعية حاولت
حاولنا أنا ودكتور مزهر أن نلخصها بهذه النقاط البسيطة لضيق الوقت، وهنا كتب كثيرة وعديدة لمن يعني يحب أو يعني يستزيد من هذه المعلومات، فهي كثيرة كثيرة جدا، وقد وضعها علماء النقاد الأوائل والمحدثين أيضا حول هذا الأمر كشوقي ضيف وغيره من النقاد والباحثين. طبعا موضوع التجديد في الأوزان والقوافي وهذه التطورات الاجتماعية والأدبية قد أثرت على الوزن والقافية بشكل عام. كيف أثرت؟ سأحاول يعني قدر الإمكان أن أوضح لحضرتكم هذا الأمر. طبعا أولى الأسباب التي أثرت على الوزن والقافية هو ظهور الغناء المستحدث الذي أثر على الموسيقى الشعر والحاني، وساد فيه نظم المقطوعات القصيرة في الغزل، ولا سيما في الغزل، وأخذ الشعراء يصفون موسيقاهم حتى غدت بعض تلك المقطوعات أنغاما خالصة. وقد مضى شعراء الغزل يعدلون غالبا عن النظم في الأوزان الطويلة المعقدة إلى النظم في الأوزان الخفيفة البسيطة في العصر العباسي، وهو خلاف ما كان معروف عنه الشاعر العربي في العصور السابقة، العصر الإسلامي والعصر الأموي والعصر الجاهلي. فإن ألموا بالأوزان الأولى جزؤوها غالبا حتى تحمل ما يريد المغنون والمغنيات من أنغام مجهورة أو مهموسة، ومن أجل ذلك أكثروا فيها من الخروق أو بعبارة أخرى من الزحافات. وانتقلت موجة هذا الغناء في العصر العباسي الثاني بشكل كبير، ولا سيما بعد ظهور الشعر الأندلسي وأثر هذا الأمر وانتقالها من الثقافة المشرقية إلى الثقافة الأندلسية وبالعكس. فبلغت مدن العراق كل ما كان ينتظرون له من جدة وقوة من الأوزان، فمن جهة صفيت لغة الشعر وبلغت كل ما يمكن من رشاقة وعذوبة ونعومة، ومن جهة ثانية اتسعت الملاءمات الموسيقية العروضية مع الغناء، فإذا القصيدة الطويلة تكاد تختص بالشعر الرسمي، شعر المديح والرثاء، بينما تشيع المقطعات في الغزل والهجاء والمجون والزهد والحكم. ومضى الشعراء ينظمون على هدى الشعراء الأمويين في الأوزان الخفيفة والمجزوءة، وفي وزن المجتث الذي اقترحه الوليد بن يزيد. ومن خير من يمثل ذلك مطيع بن إياس الكوفي، فإننا حين نتصفح الشعر المبثوث في ترجمته بالكتاب الأغاني نجد من مجزوءات الخفيف والبسيط والرجوز والكامل والرمل أو من الهزج أو من المجتث، على شاكلة قوله: ويلا ويلي ممن جفاني وحبه قد براني وطيفه يلقاني وشخصه غير داني، أغر كالبدر تعشى بحسنه العينان. ولم يلبث الشاعر العباسي أن حاول النفوذ إلى أوزان جديدة، وإذ هو يكتشف وزنين سجلهما الخليل بن أحمد الفراهيدي حين وضع نظرية العروض، وهما وزنان المضارع والمقتضب. أما المضارع فأجزاء مفاعيل فاعلات مفاعيل، ودائما تحذف فيه التفعيل الأخيرة، ومنه مقطوعة أبي العتاهية: أيا عتبة ما يضرك أن تطلقي صفادي. وأما المقتضب فأجزاؤه مفعولات مستفعل مستفعل، وتحذف منه التفعيل الأخير أيضا، كما يلقانا عند أبي نؤاس في مقطوعته المعروفة: حامل الهوى تعب يستخفه الطرب، إن بكى يحق له ليس له ليس ما به لعب. وواضح أن هذا الوزن أكمل نغما وإيقاعا من سابقه، ولعل ذلك هو الذي جعل يشاع وتداوله الشعراء، بينما كادوا يهملون المضارع. واكتشف الشاعر العباسي أيضا وزن المتدارك أو الخبب، ويقال إن الخليل لم يسجله في عروضه، إنما سجله تلميذه الأخفش، ولكنه إن كان لم يقترح له اسما فإنه عرفه ونظم منه شعارا منها: أبكيت على طلل طربا فشجاك وأحزنك الطلل.
والحق ان الخليل اكتشف للشعراء اوزانا جديده كثيره لم يستخدمها اسلافهم، وذلك انه استضاء بفكره التبادل بالتباديل والتوافيق الرياضيه في وضع عروض الشعر، اذ جعل اوزانه تدور في 5 دوائر، او بعباره ادق تدور اجزاؤها من الاسباب والاوتاد. فاذا هو يحصي الاوزان التي استخدمها العرب واضعا لها القابها، ويحصى او يستنبط اوزانا اخرى مهملة لم يستخدموها في أشعارهم، كي ينفذ منها الشعر العباسي إلى ما يريد من تجديد في أوزان الشعر وبحوره. وكان من أوائل من استغلوا صنيع تلميذه عبد الله بن هارون بن السميدع البصري، وفيه يقول أبو الفرج: أخذ العروض عن الخليل بن أحمد فكان مقدما فيه، وانقطع إلى آل سليمان بن علي وأدب أولادهم وكان يمدحهم كثيرا، وكان يقول: أوزانا من العروض غريبة في شعري. ثم أخذ ذلك عنه ونحى نحوه فيه رزين العروض إلى آخر. وهي في مديح، طبعا هذا الأمر كان في مديح الحسن بن سلف وزير الهارون، وأول هذه القصيدة: قربوا جمالهم للرحيل غدوة أحبتك الأقربوك، خلفوك ثم مضوا مدلجين مفردا بهمك ما ودعوك. وإذا النظر فيه وجدناها تجري على وزن من أوزان الخليل المهملة، وهو عكس ما وزن المنسرح، فوزنها مفعولات مستفعل فاعل. وربما كان أهم شاعر نابه عني بصنع أشعار على تلك الأوزان المهملة هو أبو العتاهية، فقد روى له ابن قتيبة قوله: للمنون دائرات يدرن صرفها هن ينتفيننا واحدا فواحدا. وقوله: عتبى ما للخيال خبريني ومالي، لا أراه أتاني زائرا مذ ليالي. ووزن البيت الأول كما هو واضح فاعل مستفعل مرتين، فهو عكس البسيط، بينما وزن البيت الثاني فاعل فاعلات مرتين، وهو عكس وزن المديد. والوزنان جميعا من الأوزان المهملة التي تستنبط من دوائر الخليل، على أنه ينبغي أن نعرف أن هذه الأوزان المهملة التي استخدمها أبو العتاهية ورزين وابن السميدع لم تشع على ألسنة العباسيين، وكأنهم أحسوا نقص أنغامها وإيقاعاتها بالقياس إلى الأوزان المستعملة. وينسب إلى هذا العصر وزن شعبي هو وزن الموالية، ويقال إن سبب ظهوره إن رشيد منع الناس من رثاء البرامكة فلم يجروا على رثائهم، ولكن جارية لجعفر بن يحيى البرمكي بكته في أشعار نظمتها في هذا الوزن بالعامية، وكانت تختمها بكلمة: يا موالية. غير أن هذه القصة فيما يظهر أسطورة، إذ لم يثبت إن الرشيد منع الشعراء من رثاء البرامكة، وفي كتب الأدب والتاريخ من مراثيم أشعار كثيرة. ولعل ما ينقضها نقضا إن ابن تغري أنشد مواليا للعتابي شاعر البرامكة والرشيد على هذا النحو، إذ يقول: يا ساقيا خصني بما تهواه، لا تمزج أقداحي رعاك الله، دعها صرفا فإنني أمزجها إذ أشربها بذكر من أهواه. وكأن الموالية لم تبدأ عامية ملحونة، وإنما بدأت فصيحة ثم تحولت إلى العامية، إذ الزور عنها شعراء الفصحى كما الزوروا عن الأوزان المهملة السابقة. وعلى نحو ما جددوا لهذا العصر من الأوزان، جددوا القوافي مستحدثين ما سموه باسم المزدوج والمصمطات. أما المزدوج فالقافية فيه لا تطرد في الأبيات، بل تختلف من بيت إلى بيت، بينما تتحد في الشطرين المتقابلين، وعادة تنظم من بحر الرجز، وتنسب إلى الوليد بن يزيد. منظومة من هذا الطراز صاغ فيها خطبة من خطب يوم الجمعة، وإذا صح ذلك كان هو أول من استحدثه. ثم تلاه العباسيون، وفي مقدمتهم بشار بن برد، إذ نعته الجاحظ بأنه صاحب مزدوج، وإن كنا لا نجد منه أمثلة فيما طبع من ديوانه،
وبمجرد أن ظهر الشعر التعليمي ازدهر هذا الضرب الجديد. الصاغة أبا إبان بن حميد اللاحقي فيه كل ما نظمه من قصص وتاريخ وعلم ودين، وكذلك صنع محمد بن إبراهيم الفزاري في مزدوجته الفلكية، وإن جعل وحدتها 3 سطور لا شطرين. وقد نظم أو الشاعر أبو العتاهية من هذا النظم الجديد مزدوجته ذات الأمثال، وسبق اقتبسنا منها طبعا في موضوعات أخرى هذا الموضوع، وقد لكن لضيق الوقت لم يعني نضع على هذا الأمر. طبعا قصيدة ذات الأمثال، لمن لا يعرف قصيدة ذات الأمثال، قصيدة ذات الأمثال هي تحدي من الشاعر أبي العتاهية للتجديد في الوزن والقافية، فهذه القصيدة تبلغ 4000 بيت، كل بيتين تحمل قافية ووزن واحد، يعني ينظم بيتين ثم ينتقل في البيتين الآخرين إلى وزن وقافية أخرى، يعني فهذه يعني تتطلب براعة وذكاء من وملكة يعني موسيقية من الشاعر لينظم على هذا لهذا طبعا. وعلى فكرة يعني كل بيتين أو كل مقطوعة من هذه القصيدة اللي بلغت 4000 بيت تحمل مثل شعبي، هل المثل كان عربي أو غير عربي، فسمي لهذا سمي بذات الأمثال. هذا للتنويه لمن لا يعرف قصيدة ذات الأمثال وسبب تسميتها. ويقول جاحظ في هذا الأمر أنه لم يكن أحد أقوى على النظم في المزدوج من بشر بن المعتمر، وأنه كان أقدر فيه من إبان عبد الحميد، وقد روي له في الحيوان مزدوجة طويلة في تفضيل كثير من الشعراء من شاعر على شاعر آخر. طبعا ونرى يعني كثير من الشعراء الفرس في ذلك الوقت باعتبار التلاقح الثقافي والأدبي بين العنصر العربي والعنصر الفارسي، حين يعودون إلى لغتهم ويحدثون نهضتهم الأدبية يستخدمون هذا الضرب من الشعر في قصصهم، متخذين لها اسما جديدا هي المثنوة. ولعلنا لا نبالغ إذ قلنا إنه هو الذي رشح لظهور الرباعيات في الأدبين العربي والفارسي، وهي تتألف من 4 سطور تتفق أولها وثانيها ورابعها في قافية واحدة، أما الشطر الثالث فقد يتخذ نفس القافية وقد لا يتخذها. من مثل ذلك قول بشار مازحا مع جاريته ربابة: ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت، لها 10 دجاجات وديك حسن الصوت. ويروى أن حماد عجرس صاغ من هذا النمط الرباعي أشعارا مزاوجة كان يقرأ بها زنادقة من أمثاله في صلاته. ومما يروى من رباعيات غير الدينية قوله: يهجو غيلان في هذا الأمر: ظهر الأمير عليك يا غيلان إذ خنته إن الأمير معان، أمع الدمامة قد جمعت خيانة قبح الدميم الفاجر الخوان. وتكثر الرباعيات في ديوان طبعا أبي نؤاس، وخاصة في الخمريات والغزل، ويعني نستبعد أن تكون مقتطعة من مطالع قصائد له ضاعت لكثرتها عندهم. ومن يرجع إلى تراجم الشعراء في الأغاني يجد منها أمثلة كثيرة يعني جدا كثيرة، وقد يعني وخاصة شعراء العصر العباسي الثاني قد غلبت على أشعارهم التجديد في يعني النظم في هذه الفنون الجديدة، وذلك للتفنن في الأوزان أو الثورة على الوزن والقافية. نعود ونكمل. الآن شرحنا ما معنى بالرباعيات والموالي، الآن ماذا نقصد بالمصمتات؟ المصمتات التي طبعا هي من جديد الشعر العباسي وجديد الوزن والقافية وتطوره في هذا العصر، فهي قصائد تتألف من أدوار، وكل دور يتركب من 4 سطور
أو أكثر، وتتفق شطور كل دور في قافية واحدة ما عدا الشطر الأخير، فإنه يستقل بقافية مغايرة، وفي الوقت نفسه يتحد فيها مع الشطور الأخيرة في الأدوار المختلفة، ومن أجل ذلك يسمى عمود المصمت فيه فهو قطبه الذي يدور عليه، وإنما سمي مصمتا من الصمت، وهو قلادة تنظم فيها عدة سلوك تجتمع عند لؤلؤة أو جوهرة كبيرة. وكذلك كل دور في المصمت يجتمع مع الأدوار الأخرى في قافية الشطر الأخير. ومن أمثلة المصمت المربع خمرية لأبي نواس يتوالى على هذا النمط، يقول: سلاف دن كشمس دجن، كدمع جفن كخمر عدن، طبيخ شمس كلون ورس، ربيب فرس حليف سجن، يا من لحاني على زماني له شاني فلا تلمني. وواضح أنه بنى شطورها على تفعيلة واحدة، وكان شيوع المصمطات المخمسة أوسع من شيوع أختها المربعة، واشتهر بشار بنظمه لبعض المخمسات طبعا. والباحث الذي يريد أن يعني يعود على هذه المعلومة، فهي قد ذكرت في كتاب العمدة لإبن رشيق الجزء الأول صفحة 120. ويقول الجاحظ إنه لم يكن أحد أقوى على صنع المخمسات من بشر بن المعتمر، وقد أنشد الدميري لأبي نواس مخمسا ختمه بهذا الدور: يا ليلة قضيتها حلوة مرتشفا من ريقها قهوة، تسكر من قد يبتغي سكره، ظننتها من طيبها لحظة، يا ليت لا كان لها آخر. وقد اختار لآخر المخمس كما هو واضح صيغة يبدو من تركيبها إنها عامية، يا ليت لا كان لها آخر، بأقفاء إنها عامية، وكأنه هو الذي ألهم الوشاحين الأندلسيين أن يختموا بعض موشوحاتهم بأقفال عامية، ونفس الموشحات نجد صورة تقترب منها اقترابا شديدا، سواء من حيث الأدوار والمراكز أو الأقفال، إذ ينسب لديك الجن صنعه لمنظومة على هذا النوع. النحو يقول: قولي لطيفك ينثني عن مضجعي عند المنام، طبعا بتسكين القافية، عند الرقاد، عند الهجوع، عند الهجود، عند الوسط، نهاية شطر، بداية شطر، فعسى أنام فتنطفئ نار تؤجج في العظام، نهاية بيت، بداية بيت، في الفؤاد، في الضلوع، في الكبود، في البدن، جسد تقلبه الأكف على فراش من سقام، نهاية شطر، بداية شطر، من قتادة، من دموع، من وقود، ومن حزن، نهاية شطر، بداية شطر، أما أنا فكما علمت فهل وصلك من دوام، من معاد، من رجوع، من وجود، من ثمن. تلاحظون يعني عند الاستماع لهذه المقطوعة الجميلة، هي طبعا في الغزل العذري، ومعوديك الجن هو شاعر معروف يعني بالغزل العذري في العصر العباسي، فقد بدأها بالفعل، فعل الأمر قولي من القول، وكأنه يجانس بين الألفاظ والمعاني، وبين القافية، وقد وضع هنا القافية ساكنة المنام الوسط، وثم بعد ذلك عاد ليقول أو ليضع قافية أخرى هي الميم، كما بدأها في البيت الأول أنهاها في المنام، فقال في العظام، ثم عاد في
الشطر الآخر ليقول في البدن، نون بدن، ثم استقام، ثم عاد حزن، دوام ثمن. فهذا الانتقال كما تلاحظون، ويعني هو يحتاج إلى إبداع حقيقة في الوزن، وتمكن في القافية، وتمكن في العروض والزحافات والعلل، لكي لا يقع الشاعر في أي عيب من عيوب القافية. وطبعا هذا الأمر كما نلاحظ، فإن الشعراء العباسيون قد يعني والموا بين الوزن والقافية وبين الغرض الرئيسي من القصيدة، ولا سيما الغزل، وذلك باعتبار أن طبيعة الغزل يحتاج إلى ذوق وتذوق لبعض القوافي، يعني التي تلائم الحالة النفسية لشاعر الغزل، ويحاول أن يبتعد عن المعجم الشعري المعقد، ليوصل هذه الفكرة إلى أكثر من مستمع ولأكثر من قارئ، وباعتبار أنه الغزل يحاكي العاطفة، يحاكي القلب. وما دام هو كان غزلا عذريا، فيجب أن يخلو من الألفاظ المعقدة التي تمج أذن السامع. طبعا وهذه يعني هذه المقطوعة التي ذكرناها لديكجن، وقد وقفنا عندها يعني بعض هذه الدقائق البسيطة، وذلك لأن أغلب النقاد القدامى الذين تحدثوا عن التغيير وتطور الوزن والقافية في العصر العباسي يعني قد ركزوا عليها، كالحموي في خزانته يعني حياة الحيوان الكبرى للدميري وغيرها، وآمال المرتضى، وغير من يعني الكتب النقدية والأدبية التي ذكرتها. واضح أن هذه المنظومة نشأت من فكرة بسيطة، هي تكرار قافية البيت بروي جديد، وكأنما وقعت هذه المنظومة لأحد الشعراء في ذلك الوقت، فنظم على اللي هو عبد الله بن محمد المرواني، فنظم على نمطها بعض منظوماته إعجابا بها واستحسانا لها، وكتب لهذا النمط أن يشيع بعده في الأندلس باسم الموشحات، وأن يسكب الوشاحون فيه من الأنغام ما يمنع الأسماع، أو ما يمتع الأسماع والأفئدة، عذرا لبعض الأخطاء. لكن نقول بأنه هذه الأمور أو يعني الفكرة البسيطة التي طرحناها ما هي إلا نظرة على الشعر العباسي وما أحدثته التطورات الاجتماعية والثقافية في هذا الأمر. ويحكى في هذا الأمر بسبب يعني التطور، بعض أثر التطورات الاجتماعية، إن إحدى الجاريات كانت تغني أبياتا للمتنبي، فعندما فطلب أحد القضاة أن تغني هذه القصيدة للمتنبي، تغنيها يعني قصيدة مغنات بين قوسين، فغنتها فوقعت في أحد عيوب القافية وهو الإيطاء، فزجرها أحد الجالسين من النقاد، فقال: أيخطأ المتنبي؟ فأعيدي غناء هذه القصيدة. فأعادت غناء القصيدة مرة أخرى، فإذا هي قد تقع مرة أخرى في الإيطاء. فعندما عرضوا قصيدة للمتنبي، وجدوا أن المتنبي فعلا قد وقع في أحد عيوب القافية اللي هي الإيطاء، فكان الغناء أشبه بالتصفية لكثير من الوزن أو بعض القوافي، وأيضا تصفية لما وقع في به الشعراء من عيوب قافية قد لا يعني لا نفكر في أنه شاعر كالمتنبي وأبي تمام قد يقع فيها. طبعا
هذا الأمر الوزن والقافية كما هو معلوم أنه قد أثر في تطوره كثير من الأمور، ومنها ظهور المدارس النقدية، ظهور المدارس الأدبية، ظهور المناهج، فكل شاعر أصبح له منهجا واضحا في انتقاء الوزن وانتقاء القوافي. وهذا الأمر شجع كثير من الشعراء على المضي في على منواله في النظم في العصور الأخرى، ولا سيما في نهاية العصر العباسي الأول وبداية العصر العباسي الثاني. طبعا ملكات الشعراء اللغوية أيضا أثرت على تطور الوزن والقافية طبعا، وظهور أوزان كثيرة قد وضعها دكتور ناظم رشيد في كتابه الأدب العباسي للاستزادة، وللقارئ عندما يريد الاطلاع على هذا الموضوع ينظر إلى كتاب دكتور ناظم رشيد شيخ الأدب العباسي، ليقع على كثير من الأبيات الشعرية والقصائد لشعراء العصر العباسي والذين نظموا على قوافي كانت مهملة، وظهور بحور جديدة. فمثلا بدأوا بمزج بعض البحور، مثلا مزجوا بحر الطويل والبسيط وأظهروا بحرا آخر السريع والمقتضب وغيره من البحور، فأظهروا بحورا جديدا تلائم الحياة الاجتماعية التي أثرت أيضا، وقد سهونا عنها حقيقة وعذرا، أنه طبيعة الحياة الاجتماعية عندما تطورت وازدهرت احتاجت هذه الحياة الجديدة والمتطورة إلى أوزان جديدة وإلى قوافي جديدة تلائم مظاهرها وموضوعاتها، فلم تعد البحور القديمة التي لم يتخلى عنها الشعر الجاهلي والشعر الإسلامي والشعر الأموي، وخاصة تأتينا في المرتبة الأولى البحر الطويل والبحر البسيط، وطبعا وذلك لكثرة مقطوعاتها ولأنها تحتاج إلى المديح، ولا سيما المديح موضوعات المديح في، فكانوا يلتزمون بها التزاما يعني شبه ممل أصبح، بحيث أنه كانوا لا يخرجون عن هذه البحور. أما في العصر العباسي القصور، الطبيعة، الثمار التي لم تألفها عين الإنسان العربي من قبل، هذه النظرة إلى الشمولية في مظاهر الحياة جعلت الشاعر العباسي ينظر إلى الخصوصية في توظيف الوزن الملائم لها، والخصوصية في توظيف بحور جديدة تلائم هذه التطور. طبعا الطبيعة شكلت أيضا جزء كبير في بودقة هذه الأمور، ووضع هذه ووضع البحور والأوزان في بودقة الجمالية، فأصبح هناك انتقاء جمالي في بنية البحر ذاته، فأصبح ينتقي الألفاظ الخفيفة على الأذن، خفيفة على الموسيقى، أصبحت لها الوزن والقافي، أصبحت موسيقى خفيفة على القارئ، خفيفة على السامع. ونحن قراء وكباحثين، ليس تحيزا بأنه أنا يعني أستاذة في الأدب العباسي منذ زمن طويل، ولكن عندما أقرأ للأدب العباسي أستأنس في توظيف هذه الأوزان وتوظيف هذه البحور، عكس ما عندما أقرأ لي قصيدة لشعراء العصر الجاهلي. وهذا ليس عيبا إطلاقا إطلاقا إطلاقا، ولكن بسبب الطبيعة العربية التي كانت تحتم على الشاعر الجاهلي أن يلتزم بهذه الأوزان، ويعني اقتصارها على موضوعات بسيطة
وحتى الطبيعة كانت الطبيعة صحراوية، كانت فقط تتميز ببركة ماء، بخيمة، بناقة، بوجه حسن، حبيبة، سواء كانت هذه الحبيبة رمز أو كان، فكان يحتم على الطبيعة، على الشاعر العباسي أن يلتزم بهذه الأوزان والقوافي، عكس الشاعر العباسي الذي طبعا امتد ذوقه الأدبي والفني والإبداعي والسياقي والتركيبي واللغوي والنقدي إلى ضرورة إظهار أو تجديد بحور جديدة وتطور بحور الخليل إلى بحور جديدة تلائم هذه الطبيعة وتلائم نفس الشاعر العباسي. فكما نلاحظ فقد ظهرت الأراجيز في العصر العباسي التي قد يعني لابن قتيبة والعفو ابن المعتز له أرجوزة تبلغ 3000 بيت، فكان يحتم على ابن المعتز أن يضع لها أو يلائم لها بحر وقافية تلائم هذه الأرجوزة التي تتعدى 3000 بيت. طبعا كثيرة هي الموضوعات في هذا الشأن، وأخاف أن يعني ينتهي الوقت، لكن أتمنى أن تكون هذه المحاضرة أو الندوة البسيطة قد سلطت الضوء على أبرز محور هذه الندوة. وعندما أقول قد استفينا أو يعني هذه المحاضرة، لا لم يعني نوفي المحاضرة حقها، وذلك لضيق الوقت وذلك لضيق الوقت ولضيق يعني وسنضع في الردود لكل من يريد أن من حضراتكم الأجلاء أن يسأل أو يعني حول ما ورد من هذه الموضوعات من محاور، فأنا موجودة إن شاء الله.